مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج صوتكم. هذا اليوم سنتحدث عن هروب الكفاءات العراقية من العراق. هذا الموضوع اللي أثاره هو بسام الراوي الذي كان في العراق ولم يقبل بحسب الأخبار التي نسمعها، ما مدى صدقها؟ هذا ليس من شأننا، ولكن هروب الكفاءات العراقية، جرس الإنذار اللي دق بسام الراوي، لابد للحكومة والحكومات المتعاقبة أن تعي هذا الأمر. سنتحدث بالتفصيل عن الكفاءات العراقية التي غادرت العراق وأيضا لم تعود بسبب تهديد للميليشيات أو من قبل الأجهزة الحكومية بمختلف صنوفها. سنبحث معكم هذا الموضوع، ولكن سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم. هذا بلد ترسو مخدرات، ترسو أذية، ترسو فوضى، ترسو زنا، ترسو ملاهي، ترسو خمر، ترسو حبوب. بلدنا منتهك من كل الجهات، ومع الأسف الآن حالة بالبلد هي أكثر من الإرهاب هو انقطاع الماء. بطل من أبطال البصر وليدي، أنت طالبت بحقوق البصر، طالبت على مود ماء مالح. قانوننا قانون، هذا منتمي لفلان جهة، لا تحاكي مدلل، والقانون يطبق على الفقير. مليارات يبوقون ما حد يحاكيهم، والفقير يبوق لقنين ينحكم 20 سنة. مشاهدينا الكرام، نجدد الترحاب بكم. موضوعنا لهذا اليوم كثر الحديث عن اللاعب بسام الراوي الذي يلعب في صفوف منتخب قطر وسجل الهدف على العراق. هذا اليوم سنبحث لماذا هربت الكفاءات العراقية، أساتذة جامعات، أطباء، خاصة الأطباء في فترة ما بعد 2003، أيضا الطيارين تم استهدافهم من قبل ميليشيات مسلحة. نأخذ أول اتصال من ويانا، أبو عمر بن سليماني. أبو عمر تفضل. أبو عمر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا أبو عمر، يا مرحبا، تفضل. الله يحفظك أستاذ محمد. بالنسبة لهروب الكفاءات، هي بدأت من 2003، صحيح، مو اليوم. نتيجة الاغتيالات ونتيجة التفرقة الدينية الطائفية العنصرية الموجودة لدى هؤلاء العصابات التي تحكم البلد، سببها لأن الكل يسعى إلى تحقيق آمال وأمنيات وطموحات، منهم الأمريكي والصهيوني والمجوسي الفارسي، في سبيل أن يرضى عنا ويبقى على كرسي الحكم. طيب، ليش هو عندنا واحد بالحكومة هاي يسموها حكومة، عندنا واحد هو صاحب كفاءة؟ والله العظيم ولا واحد بيهم صاحب كفاءة، ولا واحد بيهم أجلكم الله صاحب أخلاق بحيث يتمتع بيها يقدر يفتخر بيها بين الناس. عمليات القتل والسرقة والنصب والاحتيال والخطف وغيرها، كل هذا مجهود لهم، كلها 15 سنة هذه صور وأفلام وفيديو تشهد لهم. أما هروب هذا اللاعب، يعني هو ينظر إلى مقطع إلى 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 مستقبل القادم. وجد أنه هناك طائفية حقيقية حتى في الرياضة العراقية، وصلت طائفية بمعنى الكلمة. نعم. استخدام أساليب يعني ما أنزل الله بها من سلطان. أنا ما قرأت حتى بكتب الجماعة التاريخ، وما قرأت. طيب أبو عمر، ليش يتم استهداف الكفاءات؟ الهدف من وراء ذلك شنو يعني؟ طيب، هو تدمير البلد، تدمير البلد من أجل يعني يرضى عليهم سيدهم. يعني يقول لك إذا بقى عندنا عالم وبقى عندنا إنسان يفهم، إحنا ما راح نقدر نستمر، وخاف نواجه من قبل معارضة قوية ويوعي عقول الناس ويخليها تصحى. لهذا السبب هم يبحثون عن ناس جهلة فقط تحمل السلاح وتدافع عنهم، وأن تقوم ب يعني أنت تصور أستاذ، يعني تصور أنت الشعب وصل لهذه المرحلة، الملايين أنا أقصد بها، انه كثير من عندهم يحملون الاسلحه من جيش من شرطه ومن ميليشيات يدافعون عنهم ومنطيهم صلاحيات واضحه بحيث يصدر قرارات بالقتل هو من مكانه. طيب، مكانك وين انت بمركز الشرطه؟ لك الحق ان تقتل وان تسرق وان تاخذ رشاوي حسب موقعك بالوزارات، هي 20 وزاره قسما بالله العظيم، كم مليون موظف فيها؟ الغالبيه العظمى من عندهم، وانا خطيئه ابو برقبتي، المجال عنده يسرق من وزير الى ادنى موظف التايكي.
واذا يعني ما عنده مجال يصرف ياخذ راس هو من عندهم ويطلعهم. فانت تبحث عن كفاءات يا استاذ. هذا طبعا فعلينا احنا نصبر الا ان يرضى رب العالمين علينا يرفع هذه الغيمه السوداء علينا للذكي من 2003 بحيث تسلط علينا هؤلاء. هؤلاء لها اسباب استاذ، لها اسباب عديده قديمه وحديثه. نعم احنا هسه بالحداثه راح ندخل، هذا نتائجهم راح تبين عليهم، راح تنقلب الايه عليهم، بس يحتاج لنا بس شيء واحد. نعم. انه نعرف حقيقه انه السياسه العالميه تغيرت تجاه ايران واتباع ايران حتى بالعراق، فعلينا احنا الحياه فرص ان نستغل هذه الفرصه. ما يخالف حتى اذا مو وقف ويانا، احنا ما نقدر نطلع. سابقا امريكا وايران كانوا متفقين مع بعضهم الى حد اوباما، لكن من اجى هذا؟ الواقع الحالي يقول اختلفت السياسه، اختلفت الموازين، اصبح صراع فيما بينهم بين امريكا وايران واتباع ايران بالمنطقه، فاحنا علينا ان نستغل هذه الفرصه. ولو السياسيين العقلاء العراقيين الشرفاء الموجودين داخل يعني دائما الهجوم على امريكا، يعني احنا ما نقدر نطلع لا امريكا ولا ايران. نعم. احنا طلعتها المقاومه السنيه، لكن اعادوها هؤلاء الخونه والعملاء، اعادوها الى حضن الوطن واحتضنوهم وهم ناموا في احضانهم. لكن علينا ان اول شيء نتخلص من ايران ومن اتباع ايران. مو مشكله، احنا حال الاحتلال الامريكي الان هو نفس الاحتلال البريطاني اللي اجى بال 1914. نعم. الى حد سنة. الاحتلال 1914 ووصل الى بغداد 1917. نعم صحيح. نعم. تفضل. نعم. 1914. نعم. يعني حال الاحتلال البريطاني، احنا ما نقدر عليهم مثل الامريكان، احنا فاقدين القوه بمعنى الكلمه، القرار والوحده والايمان والقوه العسكريه فقدناها. احنا المقاومه السنيه هسه اذا ترجع الثالث يعني يحتاج لها اسلحه، يحتاج الى دعم، يحتاج الى اموال. احنا هسه السني اذا تلزمه تقول له تعال قاتل هذا السلاح، لو تجي ملائكه من السماء ما ينهض. تدري ليش؟ راح يقولوا له اذهب انت وربك وقاتل. نعم. ونحن هنا قاعدون. لان دمرت السنه دمروا بصراحه. انا اشكرك ابو عمر، شكرا جزيلا، اشكرك شكرا جزيلا. حتى مشاهدينا الكرام، حتى أعضاء اللجان البرلمانية، يعني سواء كانوا أعضاء اللجنة البرلمانية الخارجية أو المالية، وحتى في صنوفها المتعددة حتى الأمنية، هل تم اختيارهم على أساس التخصص؟ أنا من الناس اللي أحترم التخصص، يعني إذا كان واحد يعني خريج إدارة واقتصاد لا ضير أن يكون عضو اللجنة الاقتصادية، إذا كان واحد عنده خبرة أمنية يعني كان ضابط سابق، عندما يكون في البرلمان يكون أحد أعضاء اللجان الأمنية أو اللجنة الأمنية. المشكلة وين؟ المشكلة بأنه الهدف اللي سجله بسام الراوي أثار الكثير من اللغط خاصة في المجتمع العراقي. هناك من عاتب وكان عتاب يعني قوي للاعب بسام الراوي، ولكن أنتوا اسألوا ليش الكفاءات العراقية انهزمت؟ ليش الكفاءات العراقية هربت؟ بعد 2003 تم استهدافهم بشكل مباشر. يعني أنا أعرف يعني طبيب يعني من طائفة شيعية، وعذروني أن أتحدث بهذا المنطق، ولكن الواقع الحالي يفرض نفسه، كان من الطائفة الشيعية أيضا تم اغتياله يعني من قبل ميليشيات مسلحة تسيطر على تلك المنطقة، كان يساعد الناس كثيرا، كان عنده مركز طبي. أيضا أكو هجرة داخلية تصير بالعراق. على سبيل المثال يسولف لي أحد الأشخاص يقول أنا مهندس وجبنا مكينة طابعة كبيرة جدا، فيقول خليناها في غرفة معينة، يقول ما وسعت هاي الغرفة، فاضطرينا أن نفلش الحائط حتى توسع لهاي المكينة في وزارة التربية، مطابع وزارة التربية. فيقول لي بس مجرد تفليش الحائط وبعدين خلولا برواز مرتب أخذوا 12 مليون. عندما راجع المدير مالته قال له التكلفة جدا عالية، 12 مليون بس احنا فلشنا حائط، لأنه كان يعني يستحرم. فقال له اسكت. فهذا الشخص قدم على تقاعد مبكر وطلع. يعني الهروب ليس فقط خارج العراق، ولكن الهروب أيضا من داخل المؤسسات اللي يعمل صح. مشعان الجبوري قال في لقاء مع قناة عراقية، قال البرلمانيين مقسومين إلى قسمين، إما يبوق أو يخاف. يقول الخاف هذا من يعني ما يديروا له بال، ما يعطوا أهمية، لأنه يخاف يبوق يعني. ولكن يعني الهروب
بحد ذاته هو خسارة للعراق. أنتوا ليش ما تروحون إلى بريطانيا مثلا؟ هناك إحصائيات في بريطانيا خاصة اللي استقطبت الناس من 91 وما قبلها وما تلاها بعد 2003، نشوف بأنه أطباء على مستوى بروفيسور يدرس في جامعات بريطانيا، هو أصل عراقي ولكن من حتى الجنسية حتى تحتفظ بالكفاءات. أيضا الولايات المتحدة هناك يعني مئات الآلاف من اللاجئين راحوا إلى الولايات المتحدة، الآن هم في مناصب عالية جدا وأيضا يديرون مؤسسات كبيرة جدا في الولايات المتحدة، خاصة في ولايات معروف راحت من بالي اللي بيها عراقيين هواية، دوترويت، فموجود بها هذه الكفاءات. المشكلة اللي صارت ويا بسام الراوي واللي كان العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تهموه بأنه خائن للوطن، هو مو مسألة خيانة، هاي ما تيجي مسألة خيانة، مثل ما اللاعب مثلا يلعب في نادي كان ضد نادي كان هذا النادي هو محتويه فيسجل هدف، هذا شيء طبيعي. لست دفاعا عن بسام الراوي، أنا عندي تحفظات كثيرة ولكن كلمة الحق يجب أن تقال، بسام الراوي نموذج، انطى نموذج للكفاءات العراقية اللي تركت العراق وراحت. أيضا مشاهدينا الكرام، من ويانا أبو أيسر من تركيا، تفضل أبو أيسر. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا أبو أيسر. طبعا فضل. إحنا نعرف أستاذ الكفاءات اللي هاجروا من العراق شنو ليش هاجروا؟ نعم، لأن هاي المغامرة صارت من بزمن صدام حسين أطلق الصواريخ على تل أبيب. نعم، من ذاك التاريخ يعني اتفقوا على المغامرة لتدمير العراق كليا، يعني البنية التحتية والروح الوطنية. ايه، فجابوا ناس يعني بحيث ما لهم كل دخل بالشعب، هو جو لتدمير الشعب العراقي. شوف المالكي ذيك المرة يقول احنا والله هذول طالعين متظاهرات، يعني هذول ناس نتنة يعني فقاعة. نعم قال فقاعة. صحيح. اي اي، وقال هذول قتلت الحسين. طيب ابو انا بس اسأله هو شخصيا يعني. طيب، امام كل الشعب العراقي واخواننا الشيعة. ابو ايسر ممكن بس اسمح لي. ها تفضل. عفو تفضل. منو قتل الحسين يعني عليه السلام؟ يعني الحسين انقتل وين؟ انقتل بالمنصور لو انقتل؟ هذا مو موضوعنا ابو ايسر، انا اشكرك شكرا جزيلا ابو ايسر، هذا مو موضوعنا. لكن الموضوع الاهم، ممكن الانسان ياتي بالتعلم؟ يعني مثلا اذا اجى واحد غير كفو وتم تطويره ممكن ان يصبح كفوء في قادم الأيام؟ على سبيل المثال يعني مثلا من خلال التجارب تصنع، التجربة تصنع شيء، ليست هي لا تصنع، يعني هي مو متصنع شيء، تصنع شيء، لكن الاختصاص مع الخبرة مع الدراسة الأكاديمية تنطيك لأي شخص تنطيه دفع معنوي وأيضا تنطيه دفع بالثقة بالنفس. على سبيل المثال العراق ممكن أن ينهض بكفاءات حديثة بعيدا عن الطائفية، أنا وجهة نظري ما ممكن أن يكون ذلك. ليش؟ لأنه عملية الاختيار الانتقاء الطائفي هو في مجال عمل ما يقدر أن يبدع، لأنه تنقص الخبرة وتنقص الأكاديمية. على سبيل المثال في أشخاص في وزارات عراقية يعني موجودة الآن، احنا ليش نتحدث عن هروب الكفاءات فقط للخارج؟ لا، هناك كفاءات عراقية انسحبت من العمل. على سبيل المثال واحد في يتكلم لي واحد يقول أنا موظف بدرجة مدير في إحدى الوزارات الموجودة الآن، ووزارة يعني تدعم العراق ماديا، أساس العراق كلها يعني أساس الاقتصاد العراقي يعتمد على هذه الوزارة. يقول أنا مدير، يقول الموظفين اللي يعني الأدنى من عندي أما يصحوا لي أبو فلان أو يصحوا لي أستاذ فلان أو كذا، يعني هاي اللي تعودنا عليها. يقول جابوا موظف بتزكية من إحدى الأحزاب السياسية الطائفية، يقول قام يصيحني باسمي، يقول لا أبو فلان، يقول طبعا أنا أكبر من عنده يعني بقد أبوه، يقول قام يصيح لي باسمي فلان، يقول فدي يوم لزمته قلت له أنت ليش تصيح لي يعني فلان، يعني بيناتنا بروتوكول مثل ما يقول.
بروتوكول اداري يعني، يعني اما صح لي ابو فلان او صح لي استاذ وكذا، قال لا انا ما صحك استاذ ولا ابو فلان. هذا الشخص ايضا اضطر مثل صاحب الماكينه اللي ام 12 مليون دينار اللي فلشوا الحائط اللي ذكرت لكم اياها، اضطر ان يقدم على تقاعد مبكر لان ما لقى اي احترام. تجي انت يعني تناقش اللاعب او تسمعه او تكتب له فت كلمات نابيه جدا، انا كان اعتراضي وتحفظي على ما بعد الهدف. ما بعد الهدف يجب على بسام الراوي ان يكون يعني محترم بان يعني يحترم بانه اصله وجذوره من العراق، ولكن بعد ما لقى من ظلم اتجه الى دوله قطر، وهي دوله شقيقه طبعا على كل حال، يعني دوله شقيقه وغيرها من الدول العربيه. نشوف مشاركتكم على الواتساب، يقول اخي انت شلون تقدر تعيش في بلد يحكم حرام وقاتل؟ هم يقولون ذلك والملفات لعنان السماء موجوده، اكو لص او قاتل حاسب، لو بس السنه اربع ارهاب كل الشعوب مرجعيتها اوطانها، بس العراقي يعيدون اصنام هذا البلد. يقول ايضا اذا معمم يحمل سلاح ويفتي بقتل الناس تحت رايات البيت ويحلل السرقه ويعتبرها غنائم، أي دين هذا وإسلام يدعون هؤلاء؟ لا يخافون الله ولا الرسول ولا يستحون من آل البيت. بسام الراوي يقول بسام الراوي وحسين سعيد وعدنان حمد السامرائي، مو عندنا أكاديمية بالأردن لكرة القدم، وأحمد راضي وعدنان درجال وغيرهم وأخيرهم يونس محمود، أخي أنت شايف طائفية بكرة القدم؟ هاي دولة لو يعني فد عبارة يعيش فيها الفرس. منو؟ أم عبد الله من بغداد، تفضلي أختي أم عبد الله، يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا مرحبا. تحية لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة ولكل عراق شرف. يا مرحبا بك، أهلا وسهلا. أستاذ أنا ترى كلش كيفت عندما يعني أخذ بسام الراوي قول لقطر، مو لكون إنه لقطر، لا. نعم. إنه لازم تعرف الحكومة العراقية. ان العراقي الى انجازات، يعني وين ما تخليه هو عنده انجاز. فاني كيفت لانه الصبغه العراقيه والكرامه العراقيه والغيره العراقيه انه هو اولا من سوى الهدف، هو دلاله على انه هو ما يعني ما عض الايد اللي وقفته واحتضنته بعد ان هرب من العراق، لانه اول شيء هو طردوه من المنتخب العراقي. طيب. ثانيا احتوت قطر. بعدين طيب. بالاضافه الى العلماء استاذ موجودين في الوطن العربي والدول الاجنبيه وهم يقومون بعمليات انجازات، يعني مستمرين في انجازاتهم. يعني الحكومه مالتنا هي حكومة إيرانية طائفية، عندهم الإيرانيين عندهم حالة الغدر ضد المسلم، المسلم الكفوء، وخاصة مع الاعتذار للشيعة الطيبين، إنه دائما هم أكو أو أسماء جتي من 2003 يجب تصفية كذا وكذا وكذا، وأول ما بدأ هذا نور المالكي، نور المالكي قام بعملية تأليف فرق للقتل، قام بقتل العلماء العراقيين، الأكاديميين، الأطباء، محمد الراوي رئيس جامعة بغداد، كثير من السنة الأفذاذ اللي أثبتوا جدارتهم في رفع العراق بالنظام السابق أو قبل النظام السابق. يعني هم اللي خلوا العراقيين يهربون. ليش؟ لأنه هاي الحكومة حكومة طائفية، خلت انه لازم نصطفي بمساعده الموساد الاسرائيلي والامريكي. فلا تتصورون ترى يا عراقيين احنا بنشوف الامريكي بيمشي في الشارع والاسرائيلي ترى موجود حتى في الشمال، والله العظيم بالطرقات يمشون ويقدمون السلامات للعراقيين. زين احنا من نشوف اليهودي ونشوف الموساد الاسرائيلي ونشوف الامريكي ونشوف الايراني، يعني راح يبقى هذا الانجاز اللي قسم من الناس يحملوه لصالح وطنهم راح يبقون بالعراق؟ طبعا يقول لك انه انا اطلع من العراق افضل مما ان اقتل. واحد من اقربائنا مهندس، والله العظيم قاموا بقتل
جماعته في مقر العمل فقرر الهروب الى خارج البلد. صحيح صحيح. يعني استاذ يعني هاي المعتقلات وهاي السجون خاصه وزاره العدل وخاصه سجون الحشد في بابل، ليش انتوها في مكان بابل؟ لانه هي مقر حزب الله ومقر للمتنفذين للتعذيب وللقتل. طيب أم عبد الله، تعتقدين حكومة عادل عبد المهدي يعني راح تصحح الأوضاع، يعني ترجع الكفاءات العراقية، تعتقدين هالشيء؟ لا والله ما أعتقد، لأنه طيب. ما طول الإيراني موجود واليهودي موجود والإسرائيل عفوا والأمريكي موجود، ما أصدق، لأن هي أمريكا تريد أنه تقضي على كل كفاءة في العراق، وإيران نفس الحالة. فإحنا يعني عفك من صدام، بس أكو مبادئ إحنا تعلمناها سابقا. أول شيء العمل، الدين والعمل والقدوة. إذا كان قدوتنا هو يقوم بعملية إمداد المواطن، إنه يجمع أصحاب يعني أصحاب الكفاءات، فهنا ما عندنا احد يحتضن الكفاءات، فلهذا يعني يبقى يفرض راسه ابو الكفاءات ويخاف يعني يبقى، واللي هزم انهزم واللي قتل انقتل. فلهذا نشوف مثلا بنت حديد في كانت في النمسا، هي قامت بعمليات اداره او تخطيط مدينه النمسا. نشوف البرج برج الخليج في دبي، من قام به؟ أما العراقيين ومهندسين عراقيين. نشوف بصمة العراق في كل مكان. زوها حديد الله يرحمها، زوها حديد الله يرحمها، عندها كثير من البصمات في أغلب دول العالم، يعني كان من تصميمها. هي أستاذ هي مو عراقية؟ صحيح. ليش ما احتضناها إحنا؟ ليش ما نحتضن العراقي؟ يعني أستاذ أشوف أقول لك كلمة واحدة والله العظيم بإذننا نسمع أو بعين نشوف، يقول لك احنا اني ما اساعد السني، اني ضد السني، انطي للحشد ما انطي للنازع. فلهذا شكرا راح تشال هاي الغصه اللي موجوده في قلوب العراقيين. طيب. شيلوا هاي الطائفيه، ترى الطائفيه ولدتها ايران، يعني الطائفيه ولدتها ايران، بعدين اذا انت ما عندك دين ترى يعني الطائفيه يعني لازم تسيطر ولازم ينقضي على العراق. سبقت على غيرة العراقيين. أنا أشكرك أم عبد الله، شكرا جزيلا أم عبد الله لاتصالك، شكرا جزيلا. حتى مشاهدينا الكرام، حتى التظاهرات اللي انطلقت في البصرة وبعدين امتدت إلى محافظات وسط وجنوب العراق الفرات الأوسط، يعني من تسأل على أي واحد طلع بالتظاهرات وهم من خيرة شباب العراق، شوفهم يعني بيهم نقاء وصفاء ولا يدعون إلى الطائفية، بالعكس هم يبتعدون عن الطائفية ويقولون العراق كله قد دمر بسبب السياسات الفاشلة لأرباب العملية السياسية. حتى ذولا اللي طلعوا تظاهرات كانوا يتأملون بعد ما يعني عاشوا بالشوارع لأيام متتالية، نصبوا خيمة وقعدوا أمام مجالس المحافظات، مبنى مجلس المحافظة ومبنى المحافظ، كانوا يعتقدون بأنه هذه التظاهرات راح تعدل من وضعهم الاقتصادي والمعيشي والخدمي. لكن عندما تيجي تسأل يقول لك أني مثل ما ظهرنا على وسائل الإعلام حتى في قناتنا، بأنه يعني يقول لك أريد وطن، أني مدى أشعر بأنه عندي وطن، هاي واحدة. اثنين، من تيجي تسأل المتظاهر يقول لك أي مكان اللي يوفر لي فرص عمل أني مستعد أن أغادر العراق وأطلع. في مرة من المرات امرأة عراقية قالت فت كلمة مؤثرة جدا، قالت بأنه خلي يمنحوني جنسية ثانية ويعطوني حصة من النفط وأنا ما أريد العراق، خليه لهم يعني تترك العراق. هذه أيضا هروب مو فقط كفاءات، عنصر المادي للرجال اللي هو عدد الرجال، عدد الشباب اللي يقومون ببناء بلد معين، عندما تفرغ هذه من محتواها تشوف بأنه أغلب الشباب العراقي ما عنده انتماء، ما عنده جذور للعراق، مو بسببه هو، بسبب الـ يعني الـ الأفعال اللي قامتها الأحزاب السياسية والسياسيين الطائفيين. عندنا فاصل الآن، فاصل ومن ثم نعود إليكم.
مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج صوتكم. ناخذ ابو علي من كربلاء، كان منتظر على الهاتف. ابو علي السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يستر عليكم، الله يخليكم، جزاكم الله خير. الله يخليك ابو علي، مرحبا، تفضل ابو علي عيوني. احنا كيف تكون عند العراقيين هيك روحيه وطنيه؟ تسمعني حبيبي؟ دا اسمعك، دا اسمعك ابو علي، تفضل. خوش شوية، ما دام احنا نتكلم عن الرياضة شوية اريد نرجع. اينا. شوية انا ذكر في التسعينات في الذهاب والاياب العراق مع ايران. ايه تفضل ابو علي. انقطع الاتصال ابو علي. يا ريت لو احنا نعيد الاتصال بابو علي، يا ريت احنا لو نعيد الاتصال بي ما دام رقمه موجود. فمشاهدينا الكرام، التظاهرات اللي خرجت في خاصة في محافظة البصرة كانت وعود كثيرة، من ضمنها المي الصالح للشرب. توفر لهم هذا الشيء للناس اللي طلعوا؟ أيضا تشغيل العاطلين عن العمل، هل وفت الحكومة أو أوفت بتعهداتها؟ تحسين الخدمات، الشوارع، الطاقة الكهربائية، الصرف الصحي غيرها، وتوفير فرص العمل كما ذكرت. لكن الحكومة ربما تكون عاجزة، ما تقدر، لأنها مكبلة من ناحيتين، مكبلة داخليا، يعني الناس اللي مسيطرين على زمام الأمور والسلطة في العراق ما يريدون ربما الحكومة تقدم شيء، أو أن تكون الحكومة هي متعمدة في ذلك ما تقدم شيء، حتى هاي السياسات الدكتاتورية اللي تعودنا عليها بأنه تشغل الشعب في شيء حتى الشعب ما يقوم بتظاهرات أو غيرها، تشغل في أشياء كثيرة جدا حتى الشعب ما يقوم يطالب. ثانيا سياسة التسويف المماطلة اللي اتبعتها حتى الحكومات اللي جت احتلت العراق من قيام الدولة، من قيام العراق إلى يومنا هذا. المشكلة في المواطن العراقي أنه يريد أفعال جادة وفورية، لأنه 15 سنة عندما ما تشوف أكو حل. فهذه الحكومة متعمدة في أن من ويانا؟ ويانا سامي من بغداد، تفضل أخ سامي، يا مرحبا. السلام عليكم أستاذ محمد. عليكم السلام وغاتي، يا مرحبا، تفضل. حياك حضرتك وإلادات قناتك. الله يسلمك أستاذ محمد. صراحة نويت على مسألة. نعم. بالنسبة للأستاذة الله يرحمها زوها حديد. زوها حديد. نعم. صراحة في واحد صاحبي في لندن. نعم. يعني كان حاضر في هذا الاجتماع اللي كانوا معه، جو مجموعة من تابعين من المصرف، من على أساس هي تبني لهم مصرف الرافدين وكذا. يعني شايف في البناية شلون واحد يقول لك البنايات اللي تشوفها بنيويورك وشغلات وكذا، فأرادوا هيك شغلة. طيب. فهذول اللي جايين كانوا تابعين للتيار الصدري، يعني تعرف انت هذول محاصصات نعم نعم. وكل واحد مستلم له يعني وزارة لو شيء. نعم. فهي قالت لهم اعطوني الفلوس، اعطوني هاي الشغلات كليتها وانا ابني لكم كذا، وانا اجيب لكم العمال، انا ارتب كل شغلة. زين. ما وافقوا ورفضوا، قالوا يعني شيء تعرف انت هاي رفضوا، لان شنو يريدون كوميشنات يريد هاي، وهي صراحة رفضت هاي المسألة. فأخذوا صور تذكارية معها ورجعوا. يعني إحنا مثل ما تفضلت يعني كفاءات العراقية يعني حتى بهالمسألة هاي، يعني بالله عليك يا أستاذ محمد، يعني يرجع على إيه؟ يعني يرجع وين؟ يعني يرجع أو يشوف مطار بغداد نصها هاي تابعة للحكيم، وهاي تابعة الخزعلي، وهاي تابعة للصدر، وبعدين يوصلوه مكان شو يسموها ساحة عنتر، ما هي ساحة كذا، وبعدين باص. يعني أنا أقول لك يعني وين يروح يعني ويشوف هاي المكانات؟ ما يشوف جيش عراقي يعني أو دولة يعني. زين. بس أقول لك سامي، يعني أسألك سؤال هنا هسه تبادر إلى ذهني سامي. الكفاءات العراقية شنو يوفروا لها حتى ممكن ترجع مرة ثانية للعراق؟ الله يا أستاذ محمد، أهم شيء خاصة كلهم أكثرهم شيء يدورون الأمان، يدورون الأمان لأهاليهم وعوائلهم وأطفالهم. يعني هو شيء يريد غير يجي يريد ينتج يعني يا أستاذ محمد. لا يريد واحد بال حتى يروح ويجي وهو صافي الدين، مو راح يشتغل
وبعدين ميليشيات الدقبابه لو يريد يخطفون واحد من عائلته. نعم شوف شلون. وانا اقول لك الصراحه، شوف يعني حتى بيناتهم ماكو بالوظائف يعني، وهي قصه يعني ما اريد هذا، لان صراحه يعني الناس اللي اعرفهم بعدهم دي يشتغلون بعدهم يعني. نعم تصور بعدهم موجودين يعني، تصور بين العمال واحد يعني، اكو ناس عندهم ميليشيات زين يقولوا لهم سووا رسائل خطيه لو نصيه الى مثلا المديره مال هذا البنك لو شيء، حتى تترك الشغل في سبيل حتى هم يصيرون بوكان هلو شيء لو كذا يعني. مأساة والله العظيم. مأساة صحيح. انا اشكرك شكرا سامي، شكرا جزيلا على اتصالك بينا. ابو علي من كربلاء احنا اتصلنا به، لو هو عادل الاتصال احنا اتصلنا به. نعم ابو علي تفضل. ابو علي اسفين قطع وياك الاتصال. العفو استاذ محمد جزاكم الله خير. تفضل اغاتي. احنا نكيف ندين كل واحد ما عنده وطنيه. ابي هذا شاب وبعد عرض نفسه على الفريق العراقي وما حد دار له بال ولعب، مو مشكله سواء احنا غربنا او قطر بلد شقيق وعراق. صحيح. ومن عندنا وبينا. بس انا بالتسعينات الفريق الايراني راح لعب بالعراق. اي. واكثر المجتمع يعني ملعب الشعب الدولي شجعه. اي نعم. واجينا لو بالطهران الله وكيلك بربوانا بالنعل وخلطنا علينا ولعبوا وجينا نعل، مو مشكله هاي. حشاكم. احنا نحكي على الوطنيه على هذا الولد الشاب الصغير اللي ما يتجاوز عمره 20 21. صحيح. انت شو تقولون اللي هو رئيس الحج الشعبي يقول انا افتخر اكون جندي عند قاسم سليماني. أو الثاني يقول لا نخليه له احنا تمثال. أو الثالث يقول لا احنا لو يحارب العراق وإيران وقف إلى جانب إيران. وينكم أنتم اللي تنتقدون؟ هذا يخدش الحرمة العراقية. العراق ما عنده حرمة، ما يعني أنتم يعني ما تحسون؟ يعني أنتم ما تشيلون مكيالين؟ وبعدين أنا أعرف كوادر كبيرة ومقتدرة تقدر تبني هي، مو تطي مو تاخذ اصلا، هي تطي وتبني هددوها ما يخلوها. صحيح. عندنا اصدقاء وعندنا ارض فقط العالم مثل ما تفضل في امريكا وفي بريطانيا وفي كل العالم. والله يطون بس يخافون على ارواحهم. راسا يقول له انا اذا اسوي معمل يقول له قد تطيني. وبعدين هو العراق كله الان بتركيبته قوي تعيش، فقير ما تعيش. روح انت راجع على جنسيه، على شهاده جنسيه، على اي شيء، تراجع تحس بذليل. حتى بالطريق، الطريق اللي انت توقف فيه عند الانسان العادي، هذول يطلعون باجات ويمشون وانت واقف حالك حال اليتامى والمساكين. وهم هسه هم هذول الدوله العراقيه كلهم كانوا بالخارج ولا يزال اولادهم وعوائلهم بالخارج. فشو الإشكال؟ طبعا حتى دراستهم أبو علي، يعني حتى دراستهم مو بداخل العراق. إيه يعني شوف واو يعني أثرت نقطة مهمة. حتى علاجاتهم ما يصير داخل العراق، كله برا، يعني يعرفون بأنه العراق ما بكفاءات أو بكفاءات لكن الكفاءات قليلة جدا، حتى ما نهضم حق باقي الدكاترة يعني حتى علاجاتهم تكون برا بالخارج، عملياتهم حتى الصغرى، عمليات صغرى يعني العطيه. احنا عندنا دكاتره يخافوا يسوي له عمليه وما تلقون على عشائر، ما تنجح. يصير عشائريه وفصل يعني ماكو بلد استقوائي، بلد اللي عنده عضلات يعيش. الفقير الوطني اللي يريد الخير لهذا العراق ما يخلوه. يا جماعه الخير انتم عايزين الاشياء، الفدق الكبير والتراهين على هذا الصغير مجبور. وبعدين اعطي الفلك عليك استاذ محمد، بس اريد اقول والله 99% من الشباب العراق لو تتهيئ له فرصه يعوف العراق. صحيح. ويروح. صحيح. وهم اولادهم، فنكونوا منصفين، فكروا على الشيء المهم. يعني احنا والله استاذ محمد احنا ما عندنا وطننا مسلوب منهوب. احنا ما عندنا العمليه السياسيه وهاي قتل الكوادر والله مدروسه، والله من يوم السقوط لحد الان انا اعرف شخصيات من الضباط من الطيارين واعرف من اللي قتلهم. فحس يا شعب العراق اذا تريد تعيش ببلد كريم لازم تعرف يعني تبين العله والسبب. وانا اشكرك استاذ محمد طلعت عليك. طيب انا اشكرك شكرا. لا بالعكس ممنون منك ابو علي من كربلاء، شكرا جزيلا. خلي ناخذ
على الواتساب الرسائل. شنو السالفة؟ طيب خلينا نشوف. أستاذ الكريم أختلف معك قليلا، فالحال الآن ليس كعهد ثورة العشرين، فالفرس قد انتبهوا لهذا وعملوا على تغيير النفس الشيعية من خلال تغيير العقائد إلى الشعور بالذنب في حال مقاومة المراجع، فإنهم سيغضبون ربهم وأصنامهم من الأمة، إضافة إلى زرع عقدة الخوف. من ويانا أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. يا مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا. أهلا أبو ناصر. حضرتك أستاذ الفاضل وقناة الرافدين. أستاذ محمد، يعني هو هروب الكفاءات وانسحابهم طبعا هو بسبب هاي الحثالة الموجودين بالعملية السياسية. طيب. ما يريدون إنسان فاهم وذو خبرة يخدم الوطن ماله، يريدون بس هم وأولادهم. ودنشوف هسه شلون المسؤولين وأولادهم وأقاربهم مستلمين مناصب حساسة بالبلد. يعني حسب ما سمعنا بأنه هذا اللاعب بسام الراوي أخذ أبوه عرض على مسؤولين عن الرياضة بالعراق ورفضوه. يعني طيب أنتوا تلومون لاعب يقال أبو ناصر، يقال أنه هاي القصة غير حقيقية. يعني حتى إذا غير حقيقية أستاذ محمد، لنفرض غير حقيقية. طيب أنتوا تلومون لاعب كرة قدم ما قتل واحد من شعب العراق، ولا أي دولة أجنبية بالتدخل في شؤون العراق، ولا سبب أي شيء مو زين لشعب العراق. طيب أنتوا ليش متلومون اللي قتلوا أولادكم وإخوانكم وأبائكم من قاتلوا بجانب إيران ضد الشعب العراقي؟ لا. وعذبوا وقتلوا الأسرى العراقيين بإيران، وهسه هم اللي دي يحكمون البلد، هم اللي هسه مستلمين السلطة بالبلد، هم اللي خانوا البلد. يعني شقد عندنا من الكفاءات العراقيين هاجروا وطلعوا من العراق أما بسبب الطائفية أو الحقد أو الاستحواذ على صحيح. مناصب وكسب صحيح. امتيازات لهم ولأولادهم. يعني شنو نتوقع أستاذ محمد؟ وشنو تتوقع حضرتك وشنو يتوقع الشعب العراقي من 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 دا يشوف هذول المجرمين حاقدين على كل الشعب وحاقدين على العراق وما يهمهم غير بس أسيادهم الإيرانيين؟ يعني شو نريد نقول عليهم؟ ما يهمهم أي شيء غير سرقة خيرات البلد ودعم أسيادهم الإيرانيين على حساب شعبهم. خانوا العراق وخانوا شعب العراق وكل العالم. المشكلة أنه كل العالم يندد بتدخلات إيران بالعراق واليمن وسوريا ولبنان والبحرين وغيرها من الدول، بس الذيول والحكومة العراقية اللي تأيد هذول الفرس المجوس. أي دولة دخلت بيها إيران ما دمرتها وزعزعت الاستقرار بيها. صحيح. أنا أشكرك أبو ناصر من تركيا، شكرا جزيلا لك. آخر بوست، آخر مشاركة في الواتساب عفوا، يقول أخي محمد في قناة تلفزيونية أحمد الربيعي مدير عقارات الدولة في وزارة المالية يصرح أنه أكثر من 1,000,000 دونم زراعي تم الاستحواذ عليه من قبل الأحزاب وعصابة تجار الدين. وين الشعب؟ وين الشعب من هذه السرقات؟ ألا يستحق هذا العمل ثورة كبرى؟ طبعا يستحق أن تقوم ثورة، ولكن الثورة شبابنا لن يسكت. عراق ما قبل 2003 ليس مثل العراق عام بعد 2003. شو من ويانا؟ تمام. أنا أشكركم شكرا جزيلا لجميع من تفاعل معنا عبر الهاتف وأيضا من تفاعل معنا عبر الواتساب. ربما ألقيكم في حلقة قادمة من برنامج صوتكم. حتى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.